حلقات برنامجنا في الظروف العادية بتكون كل يوم من الحد للأربع من الساعة 10 للساعة 12، وإحنا النهاردة مع كل حضراتكم في حلقة استثنائية، لأن النهاردة بشكل عام يوم استثنائي، يوم لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، المباراة الأهم عند كل محبي وعشاق كرة القدم مش بس المصرية الحقيقة بل والعالمية. صباح الفل عليكم وأهلا بيكم جميعا في بداية حلقة استثنائية من البرنامج. صباح الفل عليك. صباح الفل عليك وصباح النصر علينا جميعا. صباح الخير كده إن شاء الله بإذن الله القمة هتكون أهلوية. خلينا كده نتابع مع حضراتكم النهاردة، إحنا بادئين تغطيتنا على قناة الأهلي مع 10 الصبح في الأهلي ومكملين لغاية إن شاء الله الماتش والاستوديو التحليلي. بإذن الله الأهلي هيفوز، وعايزين توقعات حضراتكم، ابعتوا لنا من دلوقتي شايفين إن شاء الله هنفوز بكام، ومين هيكون هو يعني بطل المباراة النهاردة بإذن الله. على كل حال إحنا هنكون مع حضراتكم هو كده خطوة بخطوة وخبر بخبر، ومعنا لايف فيوز كتيرة جدا، وهنحاول ننقل لكم كل الكواليس اللي بتحصل مع اللعيبة ومع الفرقة لغاية إن شاء الله معاد الماتش. مباراة النهاردة مباراة الكل منتظرها، مباراة يعني ليها رونقها طول عمرها، والكلام ده مش حاجة جديدة، الكلام ده من قديم الأزل. أيا كانت المباراة دي بتتلعب في أي إطار، دايما يعني مباراة الأهلي والزمالك بيكون ليها خصوصية شديدة جدا. النهاردة إن شاء الله ومن خلال حلقتنا هنستعرض معكم كتير جدا من الأخبار، وحديث كمان نتكلم معكم في توقعاتكم زي ما كانت تهواند بتقول. النهاردة كمان إن شاء الله عايزين نشوف معكم يعني الأجواء العامة في النادي الأهلي، في مقر إقامة الفريق في النادي الأهلي عامل إزاي، توقعات حضراتكم طبعا دي جزء أساسي جدا من حلقة النهاردة. مباراة في غاية الأهمية، تعرفين طبعا الفريقين الأهلي والزمالك هما الاثنين لهم شعبية وجماهيرية طاغية الحقيقة في المنطقة العربية بشكل عام، ولو حددنا أكتر هنقول إن النادي الأهلي بصفة خاصة كمان سواء في منطقة شمال إفريقيا أو في الخليج العربي ليه شعبية واسعة جدا، بدليل إن في أندية كتير متسمية على اسمه زي نادي أهلي جدة وغيره من الفرق. تتغير الظروف، تتبدل الأحوال، ده الماتش اللي كلنا بنستناه، واعتقد ان الاهلي بقى عايز كده يفوق ويتفرغ للبطوله الافريقيه كمان وماتش الوداد. فخليني برضو اقول لك يا كريم ان من امبارح ما فيش حديث مع اي حد كنت بشوفه غير لما بيسال يا جماعه يعني هوالد المباراه ان شاء الله هتبقى كام، كل اللي شفنا يسالنا السؤال ده. احنا متوقعين الفوز باذن الله، يعني انا لو هتسالني هقول لك 2-0 او 2-1. انا ميال لكده بالرغم من ان الماتشات دي دايما ايا كانت ملابساتها وخلفياتها وكواليسها وظروفها يعني ساعات بيكون صعب شويه ان انت تحددي مبدئيا يعني مين اللي هيفوز او حتى النتيجه هتكون كام، بس انا عموما زي كده ميال للرقم على ده. كل حال كل الطرق بتؤدي لفوز الاهلي، لقاء قمه بيكون فيه اهداف وظهور نجوم وتفوق مدربين، ده كل ده ان شاء الله هنشهده. كل الناس بتتوجه النهارده يعني للقاء هذه القمه، وطبعا فايلر كمان خلينا نقول ان هو كان شادد حيله جامد جدا، وده ظهر يمكن في المباريات الاخيره. لو هنحسب كمان النقاط نقدر نقول ان الاهلي خسر 4 نقاط فقط ده على مدار 20 مباراة، اما الزمالك يا كريم كان خسر 4 نقاط في 4 مباريات، فبالتالي اعتقد الفارق بينهم كبير جدا، ونقدر نقول كمان ان البطوله محسومه. الاهلي على قمه المسابقه، ده برصيده بالارقام 56 نقطه بفارق 17 نقطه كامله عن نادي الزمالك صاحب المركز الثاني اللي هو برصيد 39 نقطه. طبعا ما فيش كلام ممكن يتقال عن مباراة النهاردة أكتر من إن هي بالفعل يمكن كلنا الكلام ده يتطبق علينا كلنا من أول ما اتولدنا وطول عمرنا بنشوف إن مباراة الأهلي والزمالك هي عيد للرياضة المصرية بشكل عام، حتى لو كانت مباراة سواء بقى في أول الموسم في نهاية الموسم في منتصف الموسم، مباراة ودية تقسيمة عاملينها الشباب مع بعض احتفالا بأعياد شم النسيم، أيا كانت الملابسات دايما مباراة الأهلي والزمالك واحدة من أهم وأكبر الدربيات في العالم. بمناسبة الكلام عن الدربيات عايز أقول لحضراتكم إن من فترة مش طويلة قوي تم تصنيف ديربي الأهلي والزمالك على اعتبار إن هو واحد من أهم 10 دربيات على مستوى العالم. على كل حال خلونا نشوف مع حضراتكم هذا التقرير عن الديربي، ثم عودة مرة تانية لـ10 الصبح بالأهلي. تفضل. ديربي القاهرة أو مباراة القمة، كلها مسميات للحدث الكروي الأهم في تاريخ الكرة المصرية، ولما لا، وهي المباراة التي تتوقف عندها عقارب الساعات والأنفاس والحياة بشكل عام في كافة أنحاء المعمورة، فلا صوت يعلو فوق قمتها، ولما لا، وهي المباراة التي تجمع بين أقدم وأشهر أندية مصر والشرق الأوسط الأهلي والزمالك، وعلى مر التاريخ الممتد منذ العام 1917 تاريخ أول مواجهة ودية جمعت بين الفريقين،
تمكنت مباراة القمة أن تصبح واحدة من أهم دربيات العالم. فوفقاً لموقع فوتبول ديربيز التابع للفيفا، تحتل القمة المصرية المرتبة الثامنة عالمية لما تحمله المواجهات من إثارة وحماس وأداء فني فريد يعكس دوماً إمكانات الكرة المصرية، فضلاً عن الاهتمام الإعلامي والجماهيري الضخم الذي يعبر عن قيمة ومكانة المباراة التي تعد بطولة خاصة بغض النظر عن مراكز الفريقين. وبالرغم من إقامة المباراة بدون جماهير كما جرت العادة في الفترة الأخيرة، إلا أن الحماس داخل الملعب يظل حاضراً بين اللاعبين، ويظل شغف المتابعين قائماً، وتظل أصوات الجماهير من المنازل والمقاهي في التفاعل مع أحداث المباراة تظل هي الأعلى في كافة أنحاء المعمورة طوال 90 دقيقة. وعلى مدار التاريخ التقى الأهلي والزمالك في بطولة الدوري 119 مرة، تمكن المارد الأحمر خلالهم من تحقيق الفوز في 45 مباراة، وتمكن أبناء ميت عقبة من تحقيق الفوز في 26 مباراة، وساد التعادل الموقف في 48 مواجهة. وخلال تلك المواجهات أحرز لاعبو الأهلي 148 هدفا، بينما أحرز الزمالك 100 هدف. ويتصدر قائمة هدافي الأهلي في مرمى الزمالك بالدوري كل من توتو ومحمد أبو تريكة برصيد 7 أهداف، ويأتي في المركز الثاني كل من عماد متعب ورفعت الفناجيلي والسيد الضضوي وصالح سليم برصيد 6 أهداف. أما في الزمالك فيتصدر القائمة في الدوري علاء الحمولي وسعيد قدري برصيد 5 أهداف، ويعد حسام حسن الأكثر تهديفاً في القمة حيث سجل 9 أهداف بواقع 5 مع الأهلي و4 مع الزمالك. مخطوفة خط يا أبو تريكة، مش ممكن يا جماعة، كرة حلوة، إيه ده يا أبو تريكة، إيه العظمة دي؟ قبل ما ندخل على التشكيل برضو خلينا نأكد على شيء، الأهلي طول عمره فرقة مش لاعب. عايزين نقول لجمهورنا مرة تانية إن إحنا بنعمل تغطية شاملة للقمة من بداية البرنامج النهاردة الساعة 10 الصبح و10 الصبح في الأهلي لغاية بالليل، تابعونا إن شاء الله، وزي ما بنقول الأهلاوي مش هيسيبنا. خلينا بقى نقول إن السويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي أعلن قائمة الفريق لمواجهة الزمالك، وجاءت القائمة كالتالي: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، محمود وحيد، علي معلول، أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أيمن أشرف، عمرو السولية، حمدي فتحي، اليو ديانج، عربي بدر، محمد مجدي أفشا، وجيرالدو، وليد سليمان، وجونيور أجايي، ومروان محسن، وأليو باجي. توفيق للفريق إن شاء الله، الفوز والقمة أهلوية بإذن الله. وعايزين نقول لحضراتكم إن شاء الله لما يحصل بإذن الله ويفوز النهاردة فريقنا العظيم النادي الأهلي، بطبيعة الحال أكيد هيكون حسم الأمور بشكل كبير جدا. وطبعا عشان كده كمان المدرب لازم الفترة الجاية يركز بقى، طبعا المدرب السويسري الشهير ريني فايلر لازم يبتدي يجهز لعبته للمعترك الإفريقي أمام الوداد المغربي في الدور نصف النهائي، لكن الأول لازم يحسبوا بطولة الدوري العام، وانتوا طبعا حضراتكم عارفين هي البطولة المحببة لكل جماهير وكل عشاق النادي في كل مكان. خلينا كمان نقول لحضراتكم إن كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أعلن سلبية المسحة الطبية اللي أجراها كل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وكمان كل أعضاء الجهاز الفني والإداري وفقا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة اللي بيتضمن إجراء مساحات طبية لجميع الفرق قبل كل المباريات الرسمية. الحمد لله ان ما فيش اي اصابات او يعني ايجابيه في التحاليل، وده شيء زي ما احنا عارفين كل البروتوكولات لازم ان هي تتم وامر لابد منه يعني، فبالتوفيق ان شاء الله مره تانية. خلينا بقى اكمل معاك يا كريم واقول بمناسبه ان خلاص الدوري البطوله يعني زي ما احنا كلنا هي البطوله المحببه زي ما قلنا، وقبل ما نتكلم كمان عن التشكيل والاوراق الرابحه انا عايزه اروح مع حضراتكم لهنا وافكر الناس بتاريخ الاهلي مع بطوله بقى الدوري. افتكر مثلا ان مع انطلاق المسابقه ده كان موسم 48، احتكر وقتها الاهلي اللقب ده كان 9 سنوات متتاليه، وفي فتره الستينيات كمان لو نتذكر مع المايسترو صالح سليم فاز الاهلي باللقب مرتين، ده كان نظرا طبعا
لتوقف المسابقة وقتها فترة طويلة بسبب ظروف الحرب. رجع بعد كده الأهلي في فترة السبعينيات وحقق اللقب ده 5 مرات مع جيل عظيم جدا طبعا كلنا عمرنا ما هننساه، ضم طبعا الأسطورة محمود الخطيب، مختار مختار، عبد العزيز عبد الشافي، وكملوا الإنجاز ده في فترة الثمانينيات اللي فاز فيها الأهلي ساعتها بلقب الدوري 6 مرات. مع الوضع في الاعتبار ان موسم 89-90 اتلغت المسابقة بقرار من كابتن الجوهري وقتها بعد وصول مصر لكأس العالم. وافتكر كمان ان جيل بيبو يا كريم مع المدرب الكبير هيديكوتي حقق انجاز كان كبير جدا وقتها في فترة الثمانينيات بعد ما جمع بين الدوري والبطولة الافريقية، ده كان كمان اكتر من مرة. خليني أقول كمان أن فترة التسعينيات تشهدت انتفاضة أهلوية كبيرة جدا بعد فترة إخفاق بسيطة في البداية اللي خسر فيها الأهلي اللقب 3 مرات، رجع بعد كده واحتكر الدوري 7 مرات متتالية مع جيل بقى الجيل العظيم، جيل شوبير وحسام حسن وأيمن شوقي ومحمد يوسف وإبراهيم حسن ومحمد رمضان وعلاء إبراهيم وأحمد فيليكس وهشام حنفي ومحمود أبو الدهب وهادي خشب، الناس العظيمة طبعا وسيد عبد الحفيظ. بعد من لعب شوية مش كتير فاكر برضو مع بداية الألفية الجديدة ده رجع النادي الأهلي بجيل أقل حاجة تتقال عليه إنه كان جيل مبهر الحقيقة، كان مع المدرب البرتغالي مانويل جوزيه وطبعا كتيبة وائل جمعة وبركات وإسلام الشاطر ومحمد شوقي وعماد النحاس وعماد متعب وفلافيو وجيلبرتو، الحقيقة كانوا فريق في منتهى الشياكة اللي في الدنيا وكان دايما أدائهم مبهر، ويعني الناس كلها كانت حقيقة حابة جدا الجيل ده وكلنا أو أغلبنا لينا معاه ذكريات عظيمة جدا، وطبعا حققوا اللقب 7 مرات متتالية. ما عشان كده احنا بنقول ان جمهور الاهلي دايما عنده الثقة في فرقته على مدار طبعا السنين، التاريخ هو اللي شاهد على نجاحات يعني مطلقة للفارس الاحمر. وكمان خليني اقولك طب احنا هنروح بعيد ليه، هو اصلا الاهلي بطل الدوري اخر 3 مواسم، ولان كمان لعيبة الاهلي عندهم دايما معدن كده الفوز ولا حاجة غيره، ما بندخلش نقول احنا هنكسب عايزين نكسب النهاردة ولا نتعادل، احنا عايزين نكسب وفوز يكون كمان عظيم، يعني خلينا نقول تحت قيادة طبعا مجلس ادارة محترم في تاريخ القلعة الحمراء على مدار السنين المختلفة حقق لقب الدوري، وقبل نهاية الموسم كمان بمباراة الزمالك اللي برضو فاز فيها الأهلي بهدف علي معلول لو نتذكر. بمناسبة بقى علي معلول خليني أقول إن أبرز ملامح تشكيل فايلر كده لو أنت عايز تقول لنا يعني النهاردة. بصي هو مبدئيا كده يعني وده انطباع عام عند كل الأهلوية وكل محبي فريق النادي الأهلي، واضح إن كل اللعيبة جاهزين إن شاء الله وكلهم أكيد عندهم رغبة الفوز وإسعاد جماهيرهم خصوصا إن هي البطولة المفضلة، لكن ممكن نقول إن أكيد يعني ممكن يكون في لعيبه معينه يبقى لهم دور مؤثر في الفريق وفي مباراه النهارده، واحد طبعا منهم علي معلول اكيد بطبيعه الحال، ومعاه النيجيري جونيور اجايه ده طبعا واحد من الهدافين الجامدين جدا، وبالتاكيد الحارس الكبير محمد الشناوي ان شاء الله برده هيبقى له دور مهم جدا الى جانب عمرو السوليه وحمدي فتحي، كلهم بصراحه انا هوندا انا شايف ان روح الفانيلا الحمراء يعني مسيطره عليهم واكيد هتعمل كالعاده مفعول السحر في ارضيه الملعب زي ما تعودنا من فريقتنا العظيمه. بمناسبه الشناوي انا بشوف واعتقد مش انا بس، العديد من النقاد بيشوفوا ان الشناوي ده افضل حارس في مصر، يعني فكره ان هو يبقى عنده الثقه، فكره ان هو يبقى عنده ثبات انفعالي قوي جدا، يعني ممكن الشناوي يشيل فعلا مباراه، فاعتقد احنا برضو محظوظين بوجود الشناوي معانا وكل التوفيق مره تانية. خلينا بقى نروح مع حضراتكم لتقرير عن توقعات الجمهور للمباراه ونرجع نكمل كده نشوف الناس توقعاتها ايه. ان شاء الله التوقعات ان شاء الله لصالح النادي الاهلي وهنكسب 5-1 ان شاء الله، بلاش 6 عشان 6 بالنسبه لهم بقت تقيله عليهم، خليها 5-1 ان شاء الله. ان شاء الله 3-1 للاهلي. 3-2 3-1 باذن الله الاهلي يكسب باذن الله. توقعات للاهلي باذن الله 3-2، الجون الاول باذن الله يجيبه وليد سليمان، الجون الثاني علي معلول، الثالث برضه وليد سليمان. 2-0 ان شاء الله للاهلي. النتيجه مش سكور كبير بس ان شاء الله الاهلي يكسب 2 مثلا 2-0. ان شاء الله مش اقل من 2-0. بأمر الله ان شاء الله 2-0 ان شاء الله. توقعاتي مباراه الاهلي والزمالك 4-1 للاهلي طبعا باذن الله. ان شاء الله 2-0 للاهلي. ان شاء الله 4-1 للاهلي ان شاء الله. النادي الاهلي ان شاء الله 3-1. ان شاء الله 2-0 للنادي الاهلي، هيكون عمرو السوليه باذن الله وعلي معلول. توقعاتي ان الاهلي ممكن يغلب الزمالك 2-1. ان شاء الله الاهلي يكسب 2-0. توقعاتي للماتش 2-1 2-1 للاهلي، علي معلول واحمد الشيخ. انا متوقع ان هو علي معلول هو ممكن يجيب جونين ويبقى 2-1.
توقعات الاهلي ان شاء الله ان شاء الله باذن الله هنغلب، وهنغلب 4-5 فوق ما تخيل يعني باذن الله. 3-1 او 2-0 ممكن يبقى اللي يجيب الجوان جيراردو مثلا وعلي معلول. 3-0 ان شاء الله. لا ان شاء الله 2-0 وان شاء الله الاهلي وباجي يسجل ان شاء الله. توقعاتها هتبقى صعبه شويه لانه في عندك اصابات كتير في الاهلي، والزمالك برضو عنده كم لعيب ممتاز يعني. اتوقع هيبقى 1-0 يعني ان شاء الله. 1-0 ان شاء الله. 3-1 ان شاء الله. 2-0 للنادي الاهلي. يا اما التعادل مع الزمالك يا اما هيكسب على الاقل في نقطه ما بينهم من الاثنين مثلا 2-1 3-1 ان شاء الله. حضرتك هنكسب 3-0. جونيور رجيه يجيب جون وعلي معلول ويلي بادجي. ان شاء الله الاهلي هيكسب يوم السبت ان شاء الله بامر الله، وهتبقى النتيجه ان شاء الله 3-0 ان شاء الله. ان شاء الله انا اتوقع كده فوز الاهلي 1-0 ان شاء الله. طيب دي كانت توقعات جماهير النادي الاهلي اللي ابتدت من 1-0 انتهاء ب5 وانتم طالعين، وادينا هنتفرج كلها ساعات معدودات. وان شاء الله يعني اتمنى ان الارقام العاليه اللي الناس توقعتها دي تتحقق في مباراه النهارده. نتمنى ده. انا بحب دايما كده ثقه الجمهور في الفريق، دي حاجه طبعا بتدي روح معنويه كبيره جدا، وهو ده اللي احنا عايزينه. احنا مش عايزين نبص لاي حاجه تانية ولا السوشيال ميديا ولا غيره بغض النظر عن اي محاولات، لكن احنا بنتكلم هنا على ان فريق قوي وراه وسند ليه جمهوره، وان شاء الله يعني احنا نتمنى السكور العالي ده. بس يعني احنا بنقول او انا توقعاتي زي ما قلت لك، انا اتوقع 2-0 او 2-1. الناس كتير اتفقوا معاكي في التوقع ده، الرقم ب2 اتكرر كتير في التقرير اللي فات. طيب على كل الاحوال خلونا نروح مقر اقامه لاعبي الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي عشان نتابع اخر استعدادات مباراه النهارده مع زميلنا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي. كريم صباح الفل عليك. صباح الفل عليك طبعا زميلي كريم، وصباح الفل على زميلتي نهاوند، صباح الفل على كل عشاق ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. احنا معتمدين عليك في ان انت تنقل لنا بقى كل الاجواء اللي موجوده عندك في مقر اقامه الفريق، ايه الاخبار عندك؟ طبعا في البدايه طبعا هاخد من كلامكم ان شاء الله باذن الله كل التوفيق النهارده لفريق النادي الاهلي، مباراه غايه في الاهميه، لها حسابات خاصه للجماهير لمجلس الاداره لكل الجهاز بشكل عام لعيبه النادي الاهلي. ما خلاص ما فيش في فرق بين النقاط الاول متصدر، لا المباراه دي بتبقى ليها تركيز كبير جدا عند لعيبه النادي الاهلي. وعلى ذكر التركيز طبعا عايز اتكلم تدريب الامس لفريق النادي الاهلي، اللعيبه يمكن جمعت نفسها عقب انتهاء المران، ودي من النقاط الايجابيه بشكل كبير، لان كل كان بيحفز الكل كان بيتكلم على اهميه هذه المباراه ان احنا نظهر بصوره واداء مميز جدا، والنتيجه طبعا اكيد متروك على ربنا سبحانه وتعالى، لكن مع الجهد ومع التركيز ومع العزيمه والاصرار الكبير جدا اللي بنشوفه مع لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله الفوز يكون حليفنا النهارده، وتكون الثلاث نقاط من نصيب النادي الاهلي. احنا متواجدين طبعا كالعاده في فندق الاقامه، بننقل الاخبار الكواليس كل الامور الخاصه بفريق النادي الاهلي. عايز اكد على نقطه مهمه جدا، طبعا احنا في فندق الاقامه من اهم الاشياء اللي بتساعد فريق النادي الاهلي هي حاله الهدوء اللي موجود في فندق الاقامه، الاختيار ما بيكون مميز من الجهاز الاداري طبعا بقياده الكابتن سيد عبد الحفيظ، بيكون الحاله مهيئه لعيبه النادي الاهلي بتركيز فقط بيكون في المستطيل الاخضر. حاله الفندق رائعه جدا، هدوء يعني ما اقدرش اتكلم على فندق الاقامه غير ان هو حقيقه يعني بيساعد بشكل كبير جدا مع اللعيبه ان هي تكون لها هدف واحد فقط، هو اسعاد كل جمهور النادي الاهلي من خلال النتائج. كل مباراه النادي الاهلي بيأدي فيها بشكل كبير وبشكل مميز جدا، لكن المباراه النهارده ليها حسابات كبيره جدا مع مستر فايلر بالتحديد. ان شاء الله النهارده يكون موفق في اختيار التشكيل، اللعيبه بشكل عام النهارده ان شاء الله تبذل كل ما في وسعها من مجهود كبير النهارده في مباراه اليوم، وباذن الله النهارده يكون يوم فرحه ويكون يوم نصر ويكون يوم سعيد على كل جمهور النادي الاهلي. الجمهور متعطش ومنتظر ان هو يشوف لعيبته النهارده، ومنتظر كمان النهارده يكون في نتيجه مش هنتكلم عن نتيجه كبيره او صغيره، لكن ان شاء الله يكون في نتيجه ايجابيه وهي الفوز ان شاء الله لفريق النادي الاهلي. عايز اتكلم طبعا على البرنامج الخاص النهارده بلاعبي النادي الاهلي قبل الانطلاق لاستاد القاهره اللي هيستقبل مباراه اليوم في الجوله 21 من بطوله الدوري العام. النهارده طبعا الفطار يعني محدد ليه من 8:30 صباحا للعاشره، مباشره هيكون عقب انتهاء الفطار اللعيبه بتتوجه الى الغرف كالعاده، 2:30 النهارده يكون الغداء، على ان تكون المحاضره النهارده الاخيره لفريق النادي الاهلي الساعه 7:05. معودنا مستر ريني فايلان المحاضره ما بتستغرقش 5 دقائق، وعلى سبيل المثال يعني المحاضره اللي فاتت كانت 5 دقائق، 7:10 كان بتوجه مباشره لاعبي النادي الاهلي الى الاستاد، وبالتاكيد نفس الامر في هذه المباراه 7:05 تكون محاضره فريق النادي الاهلي والمحاضره الفنيه الاخيره على ان يتوجه الفريق الى استاد القاهره ان شاء الله. كل اللعيبه معنوياتها مرتفعه بشكل كبير، حاله من التركيز، وده اللي شايفينه على وجوه اللاعبين، سواء اللعيبه اللي تكون متواجده في اللوبي المتواجده في الافطار. ان شاء الله باذن الله زميلي كريم زميلتي نهاوند باذن الله النهارده يكون يوم سعيد على كل جمهور النادي الاهلي، ونفرح النهارده كمان مع كل اللاعبين والجهاز الفني.
بنشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز ومراسل قناه النادي الاهلي كريم احمد، وان شاء الله ربنا ما يخيبش ظننا ولا دعوات كل الاهلاويه، وباذن الرحمن كلنا نستمتع النهارده بالاثنين الحقيقه، بالنتيجه وطبقا لتوقعات الجماهير اللي ممكن توصل لارقام يعني ملفتة للنظر، وكمان بالاداء، ودي طبعا كالعاده حاجه عودنا عليها كل لاعبي النادي الاهلي. خلونا نطلع لفاصل سريع ونرجع مره ثانيه مع كل حضراتكم نكمل كلامنا. اتفضل. ثمانية 2020 يوم السبت ومباراة القمة، وتاني هنرجع نقول القمة إن شاء الله أهلوية زي ما احنا دايما متعودين. خلينا نقول ان مباراة النهاردة بتعد بمثابة بروفة قوية للقطبين قبل خوض طبعا نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ده أمام الرجاء والوداد المغربيين، خاصة هنا بعد فترة التوقف الكبيرة اللي كلنا شهدناها بسبب أزمة كورونا، واللي كمان شهدت العديد صراحة من التغييرات في الفريقين. عايزين نستعرض مع حضراتكم دلوقتي آخر مباريات الأهلي على صعيد النتائج. خاض الأهلي بعد العودة 3 مباريات زي ما كلنا تابعنا في الدوري، حقق الفوز على إنبي 2-0، أسوان 3-0، وتعادل مع الإنتاج الحربي 1-1. خلينا نشوف التقرير التالي ونرجع نكمل. حلو في حلقة النهاردة، الحلقة الاستثنائية من برنامجنا، ان احنا هنرجع نعمل فلاش باك ونتفرج مع كل حضراتكم على شوية اجوان لوز اللوز الحقيقة. النوستالجيا اللي الاهلي اهلاوية بيحبوها. طبعا. هي دي. كمان هنتكلم معاكم النهاردة عن ابرز مباريات الفرقتين في مختلف البطولات، وبطبيعة الحال هنركز اكتر على المباراة الاكثر اثارة وتشويق، واللي طبعا عمرها ما هتتمسح من اذهان جماهير النادي الاهلي على مدى التاريخ. في تاريخ مواجهات الفرقتين في بطولة الدوري تحديدا، الأهلي والزمالك اتقابلوا 119 مرة، اتعادلوا مع بعض في 48 مباراة منهم، فاز الأهلي في 45 مباراة، وسجل الفريق النادي الأهلي 144 هدف في مباريات القمة. ولو ركزنا هنلاقي ان كان في تفوق أهلاوي كاسح الحقيقة في آخر 10 مباريات، هنستعرضهم مع حضراتكم كده بالترتيب. في القمة 110 اللي جمعت الفرقتين في الدور الثاني لموسم 2014-2015 انتهت المباراة بفوز النادي الأهلي بهدفين نظيفين أحرزهما مؤمن زكريا، واحنا نقعد نتكلم ليه؟ تعالوا نتابع مع كل حضراتكم. اتفضل. والتالتة ثابتة، حلوة حلوة حلوة، من نفس المكان وبنفس الإحساس
والقدرة التهديفية. يا مؤمن يا زكريا، يا مؤمن يا زكريا، أعدت ذكريات الماضي لكن الأليمة المرة دي وحطها في الركن البعيد الهادي. حلوة 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 حلوة. في الدقيقة 32 الفراشة عدة أرضية معدية تضرب وتروح له وبوش رجله الخارجي لفها لف الكاتوه. حلوة 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 حلوة، يا جمالها يا روعتها يا لطفتها يا وضعتها. يا عالكورة هدف روعة 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 لمؤمن زكريا في الدقيقة 32 يجيب هدف التقدم العنجهي والعنجهية القروية لنادي الأهلي. نادي الأهلي على شمال. احنا لسه معانا فيديو للقمه 111 و13 و15 وهكذا، بس خلينا نروح لزميلنا مينا ماهر مراسل قناه الاهلي في اهلي مدينه نصر لرصد هناك بقى ردود فعل الجماهير داخل الفرع ونشوف كده جمهورنا رايه ايه وتوقعاته ايه. يا صباح الخير عليك يا مينا. صباح الخير يا نهوان، صباح الخير يا كريم، صباح الفل على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. إن شاء الله يوم جميل ومليان فرح وسعادة على كل مشاهدينا في كل مكان. عايزين نعرف منك كده التوقعات وردود الأفعال والناس شايفة إن شاء الله المباراة هتبقى كام كام والفوز يعني بكام هدف ومين هيبقى بطل المباراة. خلينا نعرف منك كده، ان لنا صوره كده لاراء يعني الاراء المختلفه لجمهور الاهلي. يمكن انا هنا في النادي الاهلي فرع مدينه نصر بدا توافد الاعضاء من الساعات المبكره في اليوم، يعني الاعضاء متفائلين بماتش النهارده، يمكن مباراه قمه بعد فتره توقف طويله جدا، يمكن متحمسين مستنيين يشوفوا تاني النادي الاهلي في تالق. دائما الناس متحمسه واثقه في فريق النادي الاهلي، واثقه في اللعيبه، يعني كلهم يمكن لما سالتهم على توقعاتهم للمباراه كلهم كانوا بيقولوا فوز النادي الاهلي بنتائج مختلفه. يمكن في اللي قال 3-1، يمكن في اللي قال 4-0، يمكن في ناس كانت عدد كبير من الناس كانوا بيقولوا 2-0. الجو هنا مختلف، يمكن كمان امن النادي وفر شاشتين كبار في النادي، واحده عند الكافيهات والاخرى عند المبنى الاجتماعي. يمكن كانوا حاطين الترابيزات والكراسي بشكل يعني منظم، كمان اكتر السيلف ديستنس او المسافات الشخصيه بين الاعضاء، عشان ده كله طبعا الاجراءات الاحترازيه الموضوعه بوزاره الصحه ووزاره الشباب والرياضه مع أمن النادي. يمكن كمان الجو هنا يعني حر حبتين، بس مع يعني بداية غروب الشمس وبداية توافد الأعضاء مرة تانية إن هم يتفرجوا على المباراة هيكون طبعا الجو مختلف. بالنسبة للكثافة المرية، يمكن أنا كنت في محيط النادي الأهلي بالجزيرة الصبح، طريقي هنا للنادي الأهلي مدينة نصر كان يعني كوبري أكتوبر، طريق النصر كان الطريق سلس جدا ما فيهوش أي كثافة مرورية. وكمان أيضا النهاردة يوم السبت بداية الأسبوع بيكون الجو يعني في الطريق الجو في الشارع مختلف، بيكون الجو أهدى ومفيش أي زحمة مرورية خالص. إن شاء الله مع بداية المباراة يكون كل حاجة تمام والجو ملائم جدا لمتابعة مباراة قمة. طب قول لي انت توقعاتك ايه، عايزين نعرف منك انت بتتوقع ايه. يعني قلت الكريم انا بتوقع 2-1، يعني نأمل 3-1 بس او 3-0 بس، يعني انت بتتوقع ايه؟ توقعي 2-0 للنادي الاهلي، ولكن الاهم كمان انه زي يعني الايام اللي فاتت كان الشامبيونز ليج واخد الناس عماله تتفرج متحمسين. طبعا الشامبيونز ليج بعد عوده فتره المباريات، بعد توقف الفتره فتره المباريات بشكل كبير جدا، النهارده خلاص نرجع اهو مباراه قمه تاني متحمسين. طبعا مباراه القمه هي الحدث الاكبر النهارده، فده الاهم بالنسبه لنا. كمان مباراه قمه رجعت لنا في وقت مهم جدا، ترجعنا تاني للاجواء وترجعنا تاني لزحمه المباريات. تمام، احنا هنتابع معاك على مدار اليوم التغطيه بتاعتك يا مينا ومراسلنا الاخرين يعني مراسلين قناه الاهلي. ان شاء الله الفوز لينا باذن الله والقمه اهلاويه. بنشكرك زميلنا العزيز جدا مينا ماهر. يعني يمكن كمان مراسلنا كريم احمد لما كان بيقول لنا من مقر الفريق كان بيتكلم ان اللعيبه معنوياتهم المعنويات النفسيه عندهم مرتفعه، فاعتقد دي نقطه مهمه جدا كمان ان احنا نطمن جمهورنا ان اللعيبه بتوعنا معنوياتهم قويه جدا. ما تسمعوش كلام اي حد تاني قدامكم صورة
صورة حية احنا بننقلها لحضراتكم يعني لحظة بلحظة بإذن الله. ويمكن كمان لو هنتكلم على هنا فايلر يا كريم، احنا ممكن نقول ان برضو فايلر الى حد كبير احنا شفنا الخطط بتاعته الفترات او الماتشات اللي فاتت، هو بيعتمد على فكرة الضغط من اول دقيقة على الفرقة المنافسة، فاحنا ان شاء الله بنأمل بإذن الله يكون هذه برضو متوفرة في الماتش ده ويكون في كده ضغط من اول دقيقة ويكون في فوز كمان من اول دقائق بإذن الله. كل التوفيق مرة تانية للفريق ككل بإذن الله. طب احنا قلنا من شوية ان احنا هنعرف الناس على الاجوال الحلوة اللي شفناها من أقدام لاعبي النادي الأهلي في آخر 10 دوريات تحديدا. استعرضنا معاكم من شوية الدوري كان رقم 111 أو لقاء القمة، مش الدوري القمة 111. لسه أكيد هنستمر مع كل حضراتكم في استعراض أهم المباريات والأكثر تشويقا وإثارة على الإطلاق كالعادة بين فرقتين كبيرتين الحقيقة، النادي الأهلي ونادي الزمالك. تعالوا دلوقتي نروح نتعرف من خلال فقرة الصحافة على آخر أخبار القمة في كل الصحف والمواقع الرياضية، ومعانا كالعادة مراسلتنا النشيطة جدا مريم سميح مراسلة قناة النادي الأهلي. صباح الخير عليك يا مريم، وعرفينا بقى أهم المانشيتات وأهم عناوين الصحف والمجلات الرياضية المتخصصة. يا صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، صباح الخير وإن شاء الله يكون صباح وطعم بإذن الله لنادي. هنحاول نعود مرة تانية زميلتنا مريم سميح، بس دلوقتي خلينا نروح بقى للقمة 114 اللي جمعت الفريقين بالدور الثاني لموسم 2016 و2017 وانتهت بفوز الأهلي 2-0، أحرزهما وليد سليمان وجونيور أجاية. فوز كان أيضا حليفا للنادي الأهلي. تعالوا نشوف مع حضراتكم القمة 115 اللي جمعت الفريقين في الدور الأول لموسم 2017-2018، مباراة شهيرة انتهت بفوز النادي الأهلي 3-0 وأحرز الأهداف مؤمن سليمان وعبد الله السعيد وليد أصاد. تعليق كابتن مدحت شلبي، يعني تحية طبعا لكابتن مدحت، بس تعليقه دايما بيكون متميز. يعني شفتي أبيات الشعر اللي بالآخر؟ يعني على كل حال احنا زي ما بنقول لحضراتكم احنا متابعين لحظة بلحظة، بنحاول ننقل لحضراتكم الكواليس الفرقة بتاعتنا اخبارها ايه، الدنيا ماشية ازاي، توقعات حضراتكم. بعتولنا زي ما كنت بقول وبنوه في اول الحلقة، بعتولنا على الهاشتاج بتتوقعوا فوز الاهلي ان شاء الله النهاردة كام ومين اللي هيدخل الاجوال ومين بطل المباراة. خلينا نروح لفاصل سريع وهنرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا. We'll be right back.
حضراتكم مرة تانية أجمل جمهور وأهلنا جمهور النادي الأهلي اللي بيتابعنا في كل مكان. خلينا نقول الفقرة دي اللاعب المستضيفين والمنورنا هو اللاعب الكبير اللي في النادي الأهلي كابتن إبراهيم عبد الصمد اللي بدأ مشواره مع القلعة الحمراء مع نهاية حقبة الستينيات القرن الماضي، وبدأ كمان مع الفريق الأول ده كان عام 1970 مع جيل العظماء صالح وطارق سليم ورفعت الفناجيلي وأنور سلامة. حقق كمان العديد من البطولات المحلية مع الأهلي وعمل عقب اعتزاله في قطاع كمان الناشئين ده كان لفترات طويلة. على كل حال خلينا نرحب ونتكلم بقى ونشوف التوقعات وكل حاجة حول النهاردة إن شاء الله مباراة القمة مع الكابتن إبراهيم عبد الصمد. يا صباح الفوز والنصر إن شاء الله. إن شاء الله الأسس الجميلة اللي أنا مقابلها دي يعني تزيدونا تفاؤلا يا رب. منورنا حضرتك، أهلا بيك. وإحنا الطلب مننا الفترة اللي فاتت يمكن من أول يوم من حلقات هذا البرنامج إن إحنا نستضيف كبار وعمالقة ورموز النادي الأهلي وخصوصا في العصور الذهبية، وسعداء إن الاستهلال النهاردة هتكون مع حضرتك. وعايزين نعرف بقى مبدئيا كده قبل ما ندخل في تفاصيل مباراة اليوم وتوقعات حضرتك، مفردات الزمن ده، حضرتك بترمز لزمن وجيل من الأجيال الذهبية اللي ما تتنسيش، وناس كتير جدا وخصوصا الأكبر سنا أكدوا على إن الزمن اللي حضرتك أحد رموزه كان غير ومختلف في كل تفاصيله وكل خصائصه. لو تنقل لنا كده خصائص الزمن ده. ده موضوع كبير الحقيقة طبعا. من ساعة ما انضميت للنادي الأهلي الحقيقة بتدخل بتلاقي العيلة صح. يعني اللعيبة الكبار اللي حضرتك ذكرتيهم، كابتن صالح سليم الله يرحمه، كابتن طارق سليمي، كابتن سيد أبو النور الله يرحمه، كابتن أبو غيدة، كابتن مروان، أسامي لما الواحد بيتواجد معاهم يعني بنتفرج عليهم بنبقى مرعوشين واحنا بنتفرج، تبقى جواهم بتلاقي اخواتك الكبار هم اللي بيوجهوك وبيساعدوك ان انت تأدي بطريقه جيده وتدخل جوه العيله. فالحقيقه وجودي في المرحله دي مع اللعيبه الكبار دي اضافوا لنا كتير قوي الحقيقه. التركيز على السلوكيات قبل الفنيات في النادي الاهلي دي سمه من سمات النادي الاهلي، فكل اللعيبه اللي سلوكياتهم بتطلع النادي الاهلي موضوع تاني، انت بتطلع بره سور النادي الاهلي موضوع تاني خالص. يعني أنا مسألة طبعًا انه نادي المبادئ والقيم دي شغاله من اول موضوع يعني. من اول ما بتدخل النادي السلوكيات والاخلاق والقيم هي اللي سائده، الفنيات بتيجي بعدين. عشان كده هو اسمه نادي الاخلاق، يعني هو مش لقب احنا اطلقناه على نفسنا، لا يعني ده تاريخ. والموضوع ده بيتوارث، يعني بيتوارث جين على جيل. هم علمونا واحنا لما استلمنا الزمام بعد ما هم اعتزلوا وبطلنا احنا كوره وابتدينا نتولى قطاعات الناشئين في النادي والشباب، ابتدينا نبرز السلوكيات دي في اولادنا. وعشان كده بنقول ايه الامور على طول هي ماشيه في سكه واحده، الرموز مش موجوده، احنا موجودين، احنا بنبطل بن القيم والسلوكيات بنديها للولاد اللي احنا بنمرنهم، وعلى كده الامور ما بتتغيرش في النادي، السلوكيات والقيم والعيله موجوده جوه النادي الاهلي. فالحقيقه المجموعه اللي حضرتك قلتيهم دول علمونا كتير قوي، علمونا كتير قوي وليهم فضل كبير علينا في مسيرتنا سواء داخل النادي الاهلي او خارج النادي الاهلي. طبعا الحمد لله يعني الواحد ما بطل، مسكت قطاعات الناشئين وطلعت مجموعه كبيره من الناشئين، وبعدين ابتديت اشوف الدرجه الاولى ازاي والدرجه الثانيه ازاي، ومسكت في مجموعات كف الشيخ ودمياط وغزل دمياط والمنيا، يعني لفيت موضوع ثاني خالص. اول ما تطلع من بره سور النادي الاهلي موضوع ثاني خالص، موضوع غير. عشان كده احنا ما بنستحملش التدخلات. النادي الاهلي لما بيحط واحد في مكان او في مثلا رئيس قطاع الناشئين ما بيتدخلش، هو واثق في الشخصيه دي انه بيأدي الدور ده على اكمل وجه، وبالتالي ما بيتدخلش. الامور بره النادي الاهلي غير، كل الناس بتحاول تتدخل في شغلك، وبالتالي الواحد حط نفسه بقى جوه النادي الاهلي وجوه النادي الاهلي وبس. يعني النادي الاهلي معاه، عايزيننا موجودين معاكم اهلا وسهلا، مش عايزيننا احنا قاعدين في البيت، انما خارج النادي الاهلي الامور صعبه. طب كابتن ابراهيم، انا تكمله لسؤال كريم، ده سؤال حلو جدا ان احنا نرجع كده ونتكلم عن زمان قبل ما نتكلم في دلوقتي والقمه وتوقعات حضرتك والغيابات والاصابات وراي حضرتك ايه وكل الكلام ده، عايزين نرجع بذكرياتك كده، او لو تفكرنا باي حدث مش ناسيه ومرتبط بجمهور الاهلي وقتها كمان. لا الحقيقه الماتشات الاهلي بالزمالك بالذات
ماتشات الاهلي والزمالك بالذات ليها خصوصيه يعني كبيره. يعني انا كان ليا برضو شرف ان انا امثل النادي الاهلي في كذا ماتش اهلي وزمالك. كذا حاجه، في حاجات عايز اقولها وفي حاجات يعني في ماتش اتلغى نظرا لان الحكم حسب حاجه كده مش مظبوطه والجمهور نزل الملعب وبوظ الدنيا والماتش اتلغى. دي من الحاجات اللي الواحد ما بينساهاش في مسيرته. يعني الجمهور بيبقى ليه عامل مؤثر جدا وبالذات جمهور النادي الاهلي. عشان كده بنقول جمهور النادي الاهلي لا مش نمره 12، لا جمهور النادي الاهلي نمره 1 الاول. لان هو السبب، اولا السبب في شعبيتنا، السبب في نجوميه كل اللعيبه النجوم في النادي الاهلي، الجمهور هو السبب فيه. والاعلام والصحافه بتيجي نمرة 2 بعد الجمهور. لما الجمهور بيقيم اللعيب بسلوكياته وفنياته، الإعلام بيمشي ورا الجمهور وبالتالي بيؤيد القصة بتاعت الجمهور دي. فالجمهور بتاع النادي الأهلي الحقيقة ورانا في كل مكان، في كل مكان، وهو يمكن السبب المباشر إن الواحد بيأدي كل اللي عنده. لما بيبقى فيه جمهور بيحمسك وبيأيدك وبيزيد من الواحد بيبقى تعبان، لما بيحس بصوت الجمهور بيحاول يأدي أكثر من المجهود اللي هو مطلوب منه. يعني فنيا تلاقي الفنيات أقل شوية في الماتش ده، لا الواحد بيحاول يزود مجهوده البدني عشان يعوض الناحية الفنية. والترابط، يعني عايز برضو أرجع للترابط اللي بين اللعيبة داخل الملعب وخارج الملعب، بيبقى ليه عامل مؤثر جدا على اللعيبه اللي جوه الملعب. يعني اللعيبه اللي بره الملعب كلهم عايزين اللي داخل الملعب يكسبه. يعني ما فيش حته بقى لا انا عايز حد يبقى اداؤه قليل عشان انا العب، لا الموضوع العيله اللي جوه النادي الاهلي والترابط الاسري اللي جوه النادي الاهلي دي من مميزات وسمات النادي الاهلي وبتخليه دايما ان شاء الله باذن الله دايما على القمه. ان شاء الله. كنت حابب اسال حضرتك سؤال كده ليه علاقه بالزمن اللي حضرتك بترمز اليه. فكره ان انت لعبت ومع فريق كمان يعتبر فريق الذهبي وعصر ذهبي للنادي الاهلي، انت لعبت في الزمن ده اللي ما كانش فيه ولا حاجه من اللي احنا بنشوفها دلوقتي من تغطيات صحفيه واعلاميه ومواقع اخباريه، ارقام العقود اختلفت كتير بطبيعه الحال. يعني كنت تفضل ان انت يعني تلعب في الزمن الحالي عن اللي كنت بتلعب فيه ولا لا؟ بس هستاذن حضرتك قبل ما نسمع الاجابه نروح بس لزميلتنا العزيزه مريم سميح مراسله قناه النادي الاهلي وهي موجوده حاليا في فرع النادي الاهلي في الجزيره عشان نعرف من خلالها ايه الاجواء الموجوده في النادي وتوقعات الرواد والحضور. صباح الفل عليك يا مريم، اهلا بيكي. يا مريم سمعنا، بجدد لكم التحيه مره اخرى. صباح الخير على كل مشاهدينا ومشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. بصبح عليك يا كريم وبصبح عليك يا نهاوند، وان شاء الله يكون صباح بلون وطعم الانتصار يعني لنادينا العظيم النادي الاهلي ان شاء الله. احكي لنا بقى عن الاجواء اللي موجوده عندك في فرع الجزيره من النادي الاهلي. قبل ما نروح طبعا لفقره الصحافه اللي تصدرت اغلب عناوينها القمه ال 120 للنادي الاهلي والزمالك، طبعا احنا متواجدين هنا يعني منذ الصباح الباكر، خلينا نقول يمكن من الساعه 8 صباحا، وكان في طبعا تواجد برضو لرواد واعضاء النادي الاهلي عكس الايام الماضيه. كان يمكن في الصباح الباكر ما كانتش بنفس الكثافات اللي موجوده النهارده، وده طبعا بسبب وجود مباراه استثنائيه وهي مباراه القمه بين الاهلي والزمالك. رواد النادي حرصوا طبعا على التواجد منذ الصباح الباكر، وكمان يعني مسؤول النادي او القائمين على فرع النادي الاهلي هنا بالجزيره كانوا حريصين جدا على ان يعني التحضيرات بتجرى على قدم وساق. طبعا النهارده طبعا التحضيرات بدات منذ عده ايام، ولكن النهارده يوم استثنائي بدات التحضيرات فيه مبكرا جدا. دخول الاعضاء كان بشكل منظم جدا و تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية. الأمن حرص كمان على أن هو يتأكد أن كل الأعضاء اللي داخلين النادي يكونوا بيرتدوا طبعا يعني الكمامات، و
احنا كمان شاهدنا يعني بعد دخولنا النادي طبعا العاملين بالنادي كان في منهم حرص شديد على يعني عمل عمليات نظافة مستمرة كنوع من تهيئة الأجواء لرواد النادي طبعا اللي حرصوا على التواجد هنا داخل النادي في أروقته المختلفة. كمان أمام الشاشة العملاقة اللي هيتم عليها عرض إن شاء الله الماتش في 9 مساء كان في حرص شديد على أن يكون في يعني تباعد اجتماعي منعا لانتشار فيروس كورونا. يمكن كانت دي أبرز الأجواء. وكمان كان لينا بعض الأحاديث الجانبية مع قدام الرواد أو الأعضاء اللي قالوا أن هم بيتفائلوا جدا بتواجدهم داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة اللي طبعا يعني أغلب الأوقات بيفوز فيه النادي الأهلي العظيم. الأحاديث الجانبية دي طبعا تطرقنا فيها لبعض النتائج، ولكن هم أكدوا لينا حاجة مهمة جدا يا كريم ويا نهاوند، أن هم اللي يهمهم العودة، يعني عودة الروح. أول مباراة قمة بين الأهلي والزمالك مهمة بالنسبة لهم أهم من النتيجة أو أهم من إيه اللي يحصل طبعا بأي روح رياضية، ولكن بالنسبة لهم كانت عودتهم مرة أخرى بعد توقف 5 أشهر كان ده المهم بالنسبة لهم، وده اللي فرق مع نفسيتهم جدا. دلوقتي هننتقل لفقرة الصحافة طبعا معاكم ولكل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، اللي كانت أغلب عناوينها تصدرت الصحف والمواقع الإلكترونية كانت عن مباراة القمة، وكان أولها من موقع يلا كورة: قمة أغسطس كورونا يضع الأهلي والزمالك في مواجهة تاريخية بالدوري. أكد الموقع طبعا أن النهاردة هي المباراة الأولى اللي بتقام ما بين الأهلي والزمالك في أغسطس ضمن مسابقة الدوري الممتاز. ده طبعا كان في مباريات كتيرة جدا أقيمت في أغسطس، ولكن دي تعتبر الأولى بسبب التوقف اللي دام 5 أشهر تحديدا، يعني من 11 مارس وحتى 6 أغسطس الجاري. النهاردة هيشهد أول مباراة للدوري، لأن دي طبعا كانت الموقع أكد أن دي كانت فترة تحضيرية للمواسم الجديدة في بطولة الدوري الممتاز. أضاف طبعا أن كان في 5 مواجهات بين الأهلي والزمالك في أغسطس كسب فيهم الأهلي أغلبهم، وده يعني يبشر بشة خير إن النهاردة إن شاء الله يكون الفوز كمان حلفنا. من موقع سوبر كورة: اتحاد الكورة بيدفع بمنسق عام وأربعة مراقبين لمتابعة القمة. طبعا اختارت اللجنة الخماسية باتحاد الكورة النهاردة على تعيين منسق عام بالإضافة لأربعة مراقبين لمباراة الأهلي والزمالك، مباراة القمة اللي هتقام النهاردة في 9 مساء. أضاف الموقع أن اتحاد الكورة بجانب تعيين المنسق العام عين 4 مراقبين، هم مراقب أمني ومراقب طبي وكمان مراقب حكام ومسابقات. وطبعا زي ما أنتوا أعلنتوا يعني في بداية البرنامج كان برضو العنوان الأبرز من بوابة الأهرام: عبد الحفيظ بيعلن سلبية المسحة الطبية للأهلي قبل مواجهة الزمالك. الحمد لله طبعا تم إجراء المسحة الطبية والحمد لله كلها سلبية، سواء للاعبين أو الجهاز الفني والإداري، وده اللي كان مهم جدا أن يتم الإعلان عنه قبل مواجهة النهاردة القمة طبعا المهمة بين الأهلي والزمالك. دي كانت أبرز عناويننا، ولكن مش نهاية العناوين. إن شاء الله مستمرين معاكم على مدار اليوم، هيكون معانا عناوين صحف ومواقع إلكترونية على مدار اليوم، وكمان هنرصد يعني أهم ردود أفعال رواد النادي الأهلي هنا من نادي الأهلي بالجزيرة الموقع الرئيسي. شكرا لكم وعودة للاستوديو مرة أخرى. ده احنا اللي بنشكرك يا مريم، شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة مريم سميح من مقر النادي الأهلي فرع الجزيرة، وعودة لضيفنا العزيز كابتن إبراهيم. وكنا وقفنا عند تفصيلة تحب كنت تلعب في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي من منطلق ان الجماهيرية والشعبية والشهرة فيه أكيد بطبيعة الحال وبطبيعة الزمن لا تقارن بالزمن الماضي، وكمان الأرقام ويعني تفاصيل كتير. بص حضرتك، الجماهيرية موجودة في كل وقت، يعني مشجعين النادي الأهلي ومريديه موجودين في كل وقت، زمان زي دلوقت. يمكن جماهيرية بقت أكتر لأن الانتشار بقى أوسع، التلفزيونات والسوشيال ميديا وكده، فالدنيا لما تقدمت الجمهور زاد شوية. نيجي بقى للأرقام المالية. الحقيقة الأرقام المالية هم هيزعلوا مني شوية يعني، بس الأرقام المالية مبالغ فيها شوية، برغم إن احنا كنا بناخد مبالغ قليلة جدا تتناسب مع العصر اللي احنا موجودين فيه، إنما الأرقام كانت بتكفينا يعني كانت الدنيا كانت رخيصة، الدنيا كانت رخيصة والفلوس كان فيها بركة. يعني عايز أحكي يعني هو رقم قليل قوي هتستغربوا منه، يعني أنا كنت باخد 8 جنيه في الشهر.
بس ده سنه كام؟ لا 67 ابراهيم. اه ما 8 جنيه يعني 8 جنيه كانوا برضه. ما انا هقول لك، بس ما انا هقول لك، ما انا جاي لك في كلام. انا خلاص هتنقل بقى للفريق الاول وهلعب مع الفريق الاول. فالفريق الاول بياخد 12 جنيه. فسياده الفريق المنتجي الله يرحمه قال لك مين ابراهيم عبد الصمد ده اللي ياخد اللي مع الفريق الاول 12 جنيه. فرحت قايم، رحت قايم، وكان في اجتماع يعني قبل ماتش يعني. فرحت قايم وعرفته بنفسي وشد حيلك وعايز يعرف تعرف بيا يعني. برغم ان الفلوس كانت قليله انما والله والله بتكفي وبتفيد. انما عايز اقول بقى على اللعيبه اللي موجوده ايامها، لو اللعيبه اللي موجوده ايامها دي موجوده دلوقتي هياخدوا اكتر من الملايين اللي بياخدوها الناس دي، لانهم كانوا بيلعبوا الكرة للكرة، مش الكرة للمقابل المادي وبس، لا الكرة للكرة، وبالذات كانوا بيبذلوا أكثر من الجهد اللي مطلوب منهم. فاللعيبة كلها ما نقدرش نقول عليهم مجموعة الحقيقة متميزة جدا. اسم منهم خالد أكثر من الثاني إلى يومنا. متميزين جدا يعني طب. الكابتن فرجيل الله يرحمه، الكابتن صالح، الكابتن طارق، الكابتن سعيد أبو نور، الكابتن شربيني، كابتن مروان بيبي، كلها اسامي يعني الواحد بيفخر انه كان في وسطيها. فاللعيبه دي لو موجوده دلوقتي هياخدوا نفس الارقام دي اذا ما كانش ازيد يعني. طبعا ربنا يبارك في الناس اللي موجوده دلوقتي ويبارك لهم في الارقام اللي هم بياخدوها، انما نحب نبقى ناخد مقابل لهذه الارقام مهاره وفن وتكتيكس بحيث يمتعونا. هرجع بقى اقول النادي الاهلي دلوقتي، النادي الاهلي دلوقتي الحقيقه بيمتعونا اكتر من الـ من الـ من الازمان السابقه. المجموعه اللي موجوده في النادي الاهلي دلوقتي مجموعه الحقيقه منتقاه بطريقه جيده جدا. حتى الزمن اللي حضرتك كنت شخصيا احد رموزه، كابتن صالح سليم ورفعت الفناجيلي وكذا، منتقين. اولا الاساليب العلميه برضو بقت زياده دلوقتي، البرامج التدريبيه دلوقتي بتعتمد على الاسلوب العلمي. برضو زمان ما كانش الاسلوب العلمي 100%، كنا بنعتمد على المجهودات الفرديه والمهارات الفرديه. دلوقتي الاسلوب العلمي هو اللي سائد في البرامج التدريبيه، وبالتالي منحنى الاداء بيزيد، والاحتكاكات كمان بتزيد. الاحتكاكات ايامنا كانت قليله جدا نظرا للحرب وظروف الحرب 67، الاحتكاكات دلوقتي زياده قوي يعني. بتلعب مع فرق اجنبيه، بتلعب في بطولات افريقيا، في بطوله افريقيا، بتلعب في كاس العالم للانديه. كل ما الاحتكاك بيزيد وقوه المنافس بتزيد، كل ما المهاره بتزيد والاداء بيزيد، واللاعب بيحاول يبرز اكثر ما عنده، وبالتالي الاداء دلوقتي مع الاسلوب العلمي ومع الاحتكاك ومع الانتقاء الجيد للعيبه اللي موجودين في النادي، الحقيقه النادي الاهلي بيمر باحسن حالاته دلوقتي. الجهاز الفني كمان متميز جدا وبيمشي المباريات بطريقه جيده جدا، وبالتالي انا شايف ان المجموعه اللي موجوده في النادي دلوقتي سواء اساسيا، انا ما اقدرش اقول احتياطي، المجموعه اللي موجوده كلهم في النادي الحقيقه مجموعه متميزه جدا. هي مجموعه شرف، والاهلاويه كلهم ان شاء الله يعني حاطين امال كبيره عليهم، وان شاء الله الفوز زي ما احنا قلنا القمه اهلاويه. بس خليني اروح مع حضرتك كابتن ابراهيم، لان في عندي اسئله كتير لكن للاسف الوقت عمال يجري برضو. عايز اروح مع حضرتك كده ونرجع نقارن الماضي بدلوقتي. احنا دايما عارفين المقوله دي، ودي مقوله معروفه وما فيش عليها جدال، والتاريخ اثبت ذلك، ان احنا بنتكلم ان الاهلي فرقه وليست لاعب. ربما البعض كان عنده تخوف الى حد ما، بعض النقاد، بعض الجمهور، في فكره بعض الاصابات الموجوده وغياب على سبيل المثال كهربا، او يعني عدم تواجده في المباراه. ازاي حضرتك بتشوف رغم كل ده برضو احنا بنتكلم ان ما زال عندنا خطة، وهي خطة الهجوم اللي من اول دقيقة بتاعت فايلر اللي دائما ما يعتمد عليها، فكرة برضو ان احنا فرقة كاملة، احنا مش بنعتمد على لاعب، الاهلي باللي بيحضر، كل ده ازاي ممكن ان هو برضو يكون عامل بالعكس ايجابي لينا مش ضدنا؟ خلاصة الكلام الاهلي بمن حضر كل المجموعة كل بالزبط. المجموعة اللي موجودة في النادي الاهلي، عشان كده انا بقول لحضرتك ما فيش لعيب اساسي، لعيب احتياطي. كل اللعيبه اللي موجودين على درجه عاليه من الكفاءه وبيؤدوا. ما احنا كنا بنكسب وكهربا مش موجود، ما بقللش من كهربا، ما بقللش، احنا بنكسب وكهربا مش موجود، كهربا لسه جاي لنا. احنا بنكسب ورمضان صبحي ما كانش معانا، برغم ان رمضان صبحي الحقيقه ما شاء الله الله اكبر زاد جدا في الفتره الاخرانيه، والحقيقه اسهمه ارتفعت جدا بادائه الجيد جدا. كنا بنكسب باصابات برضو كتير، كنا بنكسب باصابات في بدائل،
في بدائل موجوده في على نفس الدرجه من الكفاءه. لما بياخدوا الفرصه من الاشتراك بيجيدوا، وبنقول دول ما كانوش بيلعبوا ليه. المدرب بقى بيحط اوراقه كلها، مين اللي يلعب الماتش ده، مين اللي يلعب الماتش ده، الوقت دلوقتي بين الماتش والماتش 3 ايام او 4 ايام، لو ما حصلش تباديل وتوافيق وبيدي ده الفتره المناسبه للراحه وعشان ما يحصلش اجهاد وما يحصلش اصابات، بالتالي اللعيبه اللي موجودين على الدكه بيبقوا موجودين اساسيين في فتره ما، وبالتالي بيؤدوا نفس الاداء اللي بيأديه اللعيبه اللي كانوا موجودين قبل كده. فدايما بقول صحيح. ايه الاهلي بمحاضره، كل المجموعه اللي موجوده منتقين بطريقه جيده جدا، الجهاز الفني الحقيقه بيقدر يختار اللعيبه المناسبين للنادي الاهلي، مجلس الاداره وراء الجهاز الفني اي حاجه بيطلبها بينفذها له. صحيح. الكابتن الخطيب الحقيقه لما بيحس ان تواجده بيبقى موجود معاهم في التمرين، لما بيحس ان في الماتشات اللي بره في افريقيا تتطلب ان هو موجود بيطلب ان هو بيبقى رئيس البعثه عشان بيؤازر اللعيب. فالحقيقه الاهلي بمنحدر سواء اللعيبه او مجالس الادارات هو ده. احنا ورا الكلمه دي على طول. أيه. الاهلي بمنحدر هو ده، هي دي الجمله اللي احنا فعلا ان شاء الله الاهلي بيؤدي. يعني الفتره الاخرانيه السنين الماضيه سنتين ثلاثة الأخرانيين دول الأهلي مش بيكسب بس، الأهلي بيمتعنا بالأداء المهاري والتكتيكي داخل زي ما احنا شخصيا استمتعنا جدا بوجود حضرتك معانا النهارده، وإن شاء الله نسعد بلقائك مرة تانية عن قريب. كابتن إبراهيم عبد الصمد شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا. أنا متشكر إن أنتوا أتحتوا لي الفرصة إن أنا أنت منورنا كنت كابتن إبراهيم حقيقي، وإن شاء الله نلتقي بيك مرة تانية بإذن الله. نقول مبروك جميعا بعد الماتش إن شاء الله، كلنا هنحتفل ووشنا هيبقى حلو كلنا على بعض، وبإذن الله القمة أهلاوية. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا. في عالم الاحتراف صباح الفل على حضرتك واهلا بيك. صباح الخير مستر كريم ونهوان، صباح الخير. صباح الفل عليك ومنورنا، ويمكن احنا يعني مش اول مره نتقابل، احنا تقابلنا قبل كده كذا مره، وسعيده جدا بوجودك معانا. وهنخش في الموضوع على طول. النهارده شايف المباراه، مباراه القمه اللي هي هتبقى اهلاويه ان شاء الله، ازاي فكره برضو بعد ما تردد مؤخرا في الصحف المختلفه او على السوشيال ميديا ان ربما هناك بعض الاصابات والغيابات التي قد تؤثر من وجهه نظر البعض على الاداء النهارده، ازاي بتشوف فايلر النهارده التكنيك او التكتيك بتاعه هيكون، هل هو مثلا اسلوب الضغط زي ما احنا كنا بنتحدث في الفقره اللي فاتت؟ خلينا نسمع منك. يعني هو بالتاكيد ماتش اهلي والزمالك بيكون مباراه بلا حسابات، يعني ما نقدرش حتى نحكم على موقف اصابات في الفرقتين، مش بس في الاهلي. صحيح. ولا في الزمالك. بتبقى مباراه احيانا بتبقى مولد نجوم جديده، ظهور نجوم. صحيح. ممكن لعيب يكون مش موفق قوي في السيزون في بدايته، لما يجي ماتش اهلي والزمالك يقدم مستوى اعلى بكتير من اللي كان بيقدمه. فصناعه الفارق في المباراه دي يعني بتبقى بشكل خاص، بعيدا عن كل الاحصائيات وكل المواقف اللي قبل المباراه، بتبقى مختلفه. فاعتقد انه النهارده هنشوف ماتش قوي، لانه ظروف الماتش نفسه، ظروف الدوري، واستعداد كمان لسيمي فاينل افريقيا، دوري ابطال افريقيا، سواء الفرقتين الاهلي والزمالك، هيبقى في دوافع كتير عند الفرقتين. كل فريق عاوز يقول انا البطل وانا اللي موجود. طبعا النادي الاهلي فارق في النقط، فارق كتير جدا يعني. لكن في نفس الوقت برضه ده ما يتحطش في الحسابات قبل المباراه. دايما مباراه الاهلي والزمالك هي بطوله خاصه، ممكن بطوله خاصه شويه للزمالك علشان ما بيكسبش كتير النادي الاهلي، فلما بيكسب النادي الاهلي بتبقى الفرحه مضاعفه بالنسبه له ويبقى اثبات جدار. لكن النادي الاهلي لو بصينا على نتائجه في اخر 10 سنين في الدوري، صحيح، هنلاقي ان الاهلي بيكسب كل المباريات تقريبا ما عدا مباراه واحده في الدوري اللي الزمالك كسبها من 10 سنين. طب على ذكر كلمه فارق اللي ترددت على لسان حضرتك اكثر من مره في اجابتك على السؤال اللي فات، بالمناسبه وبرضه بحكم تخصصك كدارس وقارئ للتاريخ الكروي وتحديدا مع النادي الاهلي، ايه الفارق بين مباريات القمه بين النادي الاهلي والزمالك الزمن اللي احنا فيه وبين أزمنة غابرة سابقة؟
لا فرق كبير يعني. خلينا برضو نقول انه تطور كرة القدم على مدار المئة سنة اللي فاتت مثلا بيقول انه لا الوضع اختلف شوية. يعني زمان ممكن نقول انه كان في برضو سيطرة للنادي الاهلي لما بدأ موضوع ماتش القمة ده حتى قبل بداية مواسم الدوري الممتاز. طبعا اخذ في الاعتبار الفرق اللي بين السماء والارض بين التغطية الاعلامية والصحفية زمان ودلوقتي. لكن نقدر نقول كمان انه ايه بدأت حتة ماتش الاهلي والزمالك ياخد نوع من انواع القوة والحماس الجماهيري مع انتقال حسين حجازي، وده اول محترف مصري في التاريخ احترف في انجلترا من النادي الاهلي، كان في اول فريق اسسه للنادي الاهلي لكرة القدم سنة 1911. لما اول محترف مصري على الاطلاق. على الاطلاق هو راح نادي فولام الانجليزي لعب معاه مباراه رسميه وسجل هدف في الدوري الانجليزي سنه 1911، كان تحديدا 11 يعني احنا دايسين البريمير ليج من زمان قوي. من زمان قوي. هو بمجرد رجوعه لمصر بعد الحرب العالميه ما بدات، فرجع على النادي الاهلي ثم السكه الحديد، ثم بدا ينتقل بين الاهلي والزمالك اكثر من مره، فقضى هنا موسم هنا موسمين، يرجع تاني النادي الاهلي يرجع تاني نادي الزمالك. فمن هنا كان حسين حجازي هو اللاعب الاكثر شعبيه في تاريخ مصر في هذا التوقيت، ومع جمهور الفرقتين الاكبر، ومع جمهور الفرقتين. فبدا مع انتقاله من الاهلي للزمالك ومن الزمالك للاهلي تحصل فكره المناوشات بين الجمهورين، ومن هنا بدات جماهيريه ديربي الاهلي والزمالك اللي مع حسين حجازي مين، ثم فكره الانتماء للكيان، وانه في ناس قالت لا احنا ما بنشجعش حسين حجازي، احنا بنشجع النادي الاهلي، فاحنا مع النادي الاهلي بفريقه زي ما هو سواء حسين حجازي موجود او لا. لان كمان هي كانت فتره تأسيس كرة القدم في مصر، من هنا بدأت المناوشة. التغطية الإعلامية بدأت تزيد إمتى؟ لما بدأ الدوري بقى، منافسات الدوري الممتاز في أول موسم، فترة بقى الأربعينات والخمسينات وإحنا جايين، وبعد كده فكرة إنه يبقى في مسابقات أفريقية من الستينات والسبعينات، بداية التأسيس في نهاية السبعينات، ووجود منافسة شرسة على فكرة مين بقى هيبقى بطل أفريقيا، الأهلي بياخد بطولة أفريقيا. بعد كده الزمالك، ثم الاهلي مستمر في السيطره على البطولات المحليه طول الوقت، سواء بمدربين اجانب بمدربين محليين، طول الوقت الاهلي دايما من غير مدربين خالص. يعني حتى في وقت من الاوقات مانويل جوزيه سافر وساب الفريق لكابتن حسام البدري ويلعب ماتش الاهلي والزمالك. يعني برده في النهايه الاهلي بيبقى تركيزه عمره ما بيفكر في ماتش، حتى لو كان هو ماتش الاهلي والزمالك، تركيز النادي الاهلي هو انا في النهايه انا بطل الدوري ولا لا، احسم البطوله ولا لا، وبيحسمها بعد النتيجه دايما. يعني حتى بالزبط. دلوقتي يمكن الوضع الى حد ما البعض بيقول خلاص الدوري محسوم، ولكن الاهلي دايما ما ينتظر النتيجه النهائيه. بالزبط. يعني عمره اي فرقه اخرى يعني عمره ما يفكر في النقطه دي، حتى لو انا الفرق عندي 20 نقطه النهارده مش هفكر الا لما يبقى رسميا انا بطل الدوري، يعني فرق النقط لا يمكن تعويضه. هنا ابتدي اقول ان انا بطل الدوري، لكن عمرك ما هتلاقي حد جوه فريق نادي الاهلي ولا من الجهاز الفني ولا من مجلس الاداره ولا من اعلام نادي الاهلي بيقول الاهلي بطل الدوري مثلا، رغم فارق النقاط الكبير اللي موجود دلوقتي. لكن فيما يخص السؤال بتاع فرق الديربي زمان والديربي دلوقتي، يمكن هو فرق تغطية إعلامية طبعا. زمن السوشيال ميديا غير زمن ما قبل السوشيال ميديا. أكيد. يعني أنا حتى لما جيت أعمل الكتاب عملته في 100 سنة من 1908 ل 2008 ما قبل السوشيال ميديا، في حاجات اللي قبل السوشيال ميديا الناس ما شافتهاش. ديربي في التسعينات وجود الجمهور في الملعب مختلف تماما عن الديربي دلوقتي، احنا ما عندناش جمهور لظروف مختلفه كوفيد 19 وحاجات والظروف الثانيه، لكن نتمنى ان الجمهور يرجع بعد كده، لان الديربي بدون جمهور ملوش طعم قوي. لكن بنشوف انه بالعكس جماهيريه المباراه حتى في الشوارع على القهاوي، الناس في البيوت كل مهتم النهارده، الناس كلها مستنيه. انا وانا جاي في الطريق الناس بتسالني، امبارح كنت موجود في كفر الشيخ الناس بتسالني. طبعا. الاهتمام بفكره ماتش اهلي والزمالك حاجه مش طبيعيه في مصر بصراحه. ده حقيقي يعني، تختلف زي ما قلنا في المقدمه الازمنه الظروف، ولكن تبقى برضو هذه المباراه كده استثنائيه الى حد كبير، حتى لو كانت النتيجه ايه. يمكن احنا بنقول برضو ان احنا بنتوقع ان شاء الله فوز الاهلي يعني بفارق نقطتين او ثلاثه، وده ما نتمناه يعني ونامله، ولكن في النهايه برضو احنا لازم كمان بنتكلم عن الروح الرياضيه، ولازم الفرقتين يقدموا مباراه محترمه لجمهورهم. الوقت بيجري جدا، انا مش عارفه بيقولوا لنا تايم، بس انا عايزه منك يا عمر رساله كده يعني توجهها لجمهور الاهلي النهارده على اساس المباراه. انا سالتك قبل ما نبدا وقلت لك مطمن وتوقعاتك ايه، لقيتك مطمن جدا وقلت لي فوز باذن الله، فعايزك بس تنقل الروح دي او رساله سريعه لجمهور الاهلي. هو انا اعتقد انه ده وقت اصلا الدعم والمسانده، يعني ده وقت جمهور النادي الاهلي هو يكون فيه اللاعب رقم واحد حتى لو مش في المدرجات.
بالعكس هو جمهور النادي الاهلي لازم يكون داعم ومساند واثق في فرقته واثق في لعيبته. يؤسفني جدا ويحز في نفسي ان احنا مضطرين نقطع حضرتك لان احنا خلاص الوقت فعلا انتهى. يا دوب نلحق نشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده، وطبعا اكيد بنتمنى الحظ السعيد والتوفيق لفرقتنا العظيمه ومباراه تكون جيده وان شاء الله تنتهي بفوز للنادي الاهلي 3 يا جماعه 1 او 3-0 باذن الله. بنشكر كل حضراتكم على حسن المتابعه، بكره باذن الرحمن نلتقي من جديد وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. اتفضل.